90 توسع Indeed الأرض عن طريق 90 ويب سايت. طبعا عارفين درسنا دي عارفينها ازاي في ديزاين الانتيريور والبلاك بيسل متطلبات ترانسبورتيز ديزاين سبلاي اس اتش او عشان نايتر اوكسايد اهو يحول الجوانيليت سايكلين لسوليبل جوانيليت وده يحول سايكل وتزيد درايف سبيد يمر في سبيد اهو. دي النظريه الاساسيه بتاعت النايتريت وقلت في بعض الكلام عليها سوري انا اسف معلش وقلت في بعض الكلام عليها لازم تدي فرصه للدوزو النايتريت اللي بيأثر في بعض الضغط عشان الانزيم ده يحصل له اكتيفيشن مره ثانيه لازم تدي فتره فري اوف نايتريت. ناس بيقولنا شغالة في موجودة في كتابكم بطرق أخرى زي نايتريت ريسبت ناس بيتكلموا على مستعمل يلعب دور في الأكشن النايتريت لأنه لقوا نايتريت بتقلل بليتريت أجريجيشن بتعرفين مريض من الأتروسكلوتيك أنجينا هي ستيبل أنجينا عوضة من جلطة عوضة إن البليتريت يحصل لها أجريجيشن يجيله ترمبس جلطة وللأسف يعني معظم مرضى سبحك بيقعدوا طول حياتهم خايفين من يجيلهم جلطة بيقال عشان كده طبعا بيديلهم ان هي تمنع بليتريت اجريجيشن بس دي مش لعلاج الزرع دي لمنع حدوث الجلطة يعني مكتوب عندك كأجمل تريتمنت في الأنجينا علاج الأنجينا الأساسي ثلاثة كبار وثلاثة صغيرين نايتريت واحد كالسيوم شانل وبيتا بلوك الثلاثة الغيارين ايهم بكش قوي فيكم عندين اجيبهم في الاخر الدراي بيتا زيدين لكن هرمون اللازين كمان ثلاثة صغيرين دول في اجمل اجمل مين في تنصب على ادوية تمنع البليت او ادي نايتريت النايتريت طبعا ما يجي لك ايه يعني بس الجبوب ده بتاع الانزايت اللي بيحصلها الزروش لو جيت تصير بتفضل اتفقنا ان النايتريت على البلد بيسل بتوسع بينز اكتر من الارض مهمة في الارض بالنسبة لنا بتقلل البريلود بتقلل برضه الافتر لود فبتنمي بريلود بتقلل الكارديك بيرد مش هعيد الكلام ده عشان وقتنا لها اكشن ثانية كتيرة على البلد بريشر بتوقف ضغط الدم وعلى فكرة توطيد ضغط الدم ده يعمل فيكس تاكيكارديا يا ريت حضرتك تيجي معاها يا ريت تدي معاها بيتا بلوك في زملاء بيدوا ديرابامين معاها يعني يقول لك ادي معاها ديرابامين لان عشان التاكي كارد اللي هي بتعملها دي ممكن على الهارد ازاي بتقلل الكارديك ورم دي نو دايلتيشن او تير دي تقولها قبل دي بتقلل البريلود والافتر لود زي ما قلنا وده يقلل الكارديك ورم يقلل الاوكسجين وقبل الكارد صدقني لو مريض فيريت كورونا سليمة توسع الكورونا وفي قول آخر تفتح الكولات ودي على فكرة سليكتيفيتي على البلاد بيسل سب اندوكارديا البلاد بيسل زي ما سألتني بنت البناتي وقالت لي هذا اكشن سبيسيفيك مش كل الضيلين دول ليه سليكتيفيتي على السب اندوكارديا بيسل اللي في بعض الضيلين توسع النورمال كوروناري وفي او نورمال برانش وفي هذا الخطوه زي ما قلت المره اللي فاتت شفت بلاد من الحته التعبانه للحته السليمه. النايتريت دي لانها بتزود صفحه الدفاع الحقيقي كانت مرسومه الى اسبانيا هي يقال انها بتزود انها سيلكتيف ليها البلاد سبلاي للديزيز ايريا عكس يمكن كالسيوم شانل زي ما حولها بعد شويه. ان شاء الله عندك كلام كتير انا قلت البدايه والاكشن بتاعها ليه تقليل الكارديك ورم في ناس تانية انا بتوسع الكوروناري اي بتقلل الكارديك ورم دي ناس تقولي انت وبريفرال ريزيستنس النقطه الثانيه بيساعد توسيع الكوروناري في الفيريانت وفتح الكولاترالز الحكايه اللي قلتها دي ديستريبيوشن دي لا
the subject of Guardian. Subject of Guardian, this is small business. عمدر الجلطات حتى تسمع شيء قوي في المكوى اشتغل في الجيولوجي يقول لك ده كانوا غلطة سابق بكارجي الحمد لله بسيطة يعني السمول برانشز هي كمان بتزود البلاد سبلاي مشكلتها بتعمل تكتاكي اهو بص ممكن تدي مع البيتا بلوكا تدي هذه التكتاكي ممكن تدي مع الفيتامين وقت في كالسيوم شامل بلوكا الموضوع اللي هنحكي معه خدنا الكلام ده المره الفاتت مستخدم في تاني في الجو ما تقولك انت جيتها في الانشاك مين تاني بقى بقى مين وثلاثة تحديات قطة زيادة بعد كده طبعا هذا الاكشن الناس انتبهتها مين دي انشاك ماذا على حد من انشاك يوسف يس انتبهت كتير في الانام وكذا حتدوها في ماي بروجكت فانكشن تقلل البروجكت ورك حالات سبيل اهي طبعا انشاك بانواعها مش على بعض على اي ده اول استخدام اثنين نيتروجليسرين اي في اهو كان بيوقف الاكيوت مايوكارديال انفاركشن تسمع يعني على طول على طول ما يجي تقليل الكارديو ورك في حاجات ثانيه لو واحد عنده بالمونر ايديما يعني خدها الاسبوع الجاي اللي هي اكيوت هارت فيلر تقلل الكارديو ورك برضه سيفير هايبرتنشن برضه الاسبوع ده بكره ان شاء الله الاسبوع الجاي هنتكلم عن هايبرتنشن والعربيه هتعرف استخدام النيتريت ايه كمان عاوز تعرف حكايه هارت فيلر ايه جست هارت فيلر تقلل البريلود تقلل البلمونري كونجشن مريض هارت فيلر يا جماعه القلب لما يفشل ما يقدرش يدفع الدم ما يقدرش يستقبل الدم بيحصل كونجشن في اللنج تنفع النيتريت فولت قلنا وكونتراكشن انتو فيوترس زمان النهارده بايزوكس سوبرين وريتو دريم خدناهم سيلكتيف بيتا 2 في التوبوليتيك دول احسن ايزوكس سوبرين وريتو دريم احسن من الدريم اخر حاجه مهم الازمه ما اعتقدش الدكتور هنا هيتكلم ان هي ما لهاش قيمه كبيره من ابطال الضحك بس نمره سبعه زي ما قلت بعض الناس بيحبوا يسمعوه سايانايد بوجن لو حد اتسبب بالسايانايد السايانايد بيمسك من ميت هيموجلوبين اللي موجود في السايتوكون فوكس بيس في التيشو يعني السايان ميت هيموجلوبين ده يحصل تيشو اسفيكس ازاي اعالجها؟ انتي نايترين ازم نايترايت صوديوم نايترايت بيتاخد ماي انجكشن يحول الهيموجلوبين لميت هيموجلوبين في البلاد النايترين السايانايد بدل ما يمسك الميت هيموجلوبين في التيشو يمسك في البلاد يكون سيان ميث هيموجلوبين نون توكسيك حي لما تعمل الاسبايك فيري توكسيك في السايانايد يعني حاجه اسمها ريد اسفيكسيا اخر حاجه قلناها المره اللي فاتت سايد افكتس اوف نايتريت طبعا بتوسع البلاد بتاع الفرنجل هيدك بتعمل فلاش مشروب قوي اهو زود ضغط العين في الكوبه توطي الضغط يحصل سيكوب بالاكتاف المريض اللي بياخد نايتريت كتير بس نايتريت قط تلاقي لونه وحش شويه مثل هيموجلوبين بتتكون يتاكسد الفيروس للفرق تلاقي لونه مزرق كده شويه والمريض قلت لو خد سيرايد ما يموتش ادرج تولرنس تضعف وناس كتير يقول لك انا كنت زمان احط قوس تحت لساني وضاع الالم دلوقتي بضطر يا دكتور احط قوسين الفليكس تاكيكاردي دي بيتا بلوكر او فيرابامين كورونا اندبندنس اللي هي بنفضل ان كورونا بتاعتي اعتمدت على النيتريت في السبلاي بتاعها لو وقفت النيتريت ساعات يجي لي انجينا كتير وقلت لك الكلام ده اتوصف قوي واتوصف في العمال اللي شغالين في محادن ديناميت تي ام تي اللي بيجي منه النيتريت ده عندهم تملي بلاد سبلاي للهارت كويس قوي لو غيروا وظيفه او خدوا لونج فاكيشن يبتدوا يشتكوا من الام في الصدر وقتل وخنجر الهيد ده اسمه نورد مونداي هيد مونداي تي او مونداي هيد زي هيك يبتدوا يشتغلوا يقولوا ايه تعرضوا من رايتين كانوا هيد على مدار الاسبوع يحصل تولرنس طبعا لما يوقف سبت وحد ياخد اجازه تعطيه التولرنس
فوقف الدواء فتره يرجع النورمال للهومز تاني. علاقه الاثنين استجابه سريعه كامله بيجيلهم صداع. مرضى الجلوكوما مش طيب بالنسبه لهم. وتكتب بلاش نستنشق نيتريت او البخاخه هي اللي بتطلع شفتوها قبل كده. بلاش نستنشق نيتريت والدواء ادوات تجيلك ممكن سيكوبا الاتاك. ده اللي خدناه وقال لك شويه تحذيرات مش وقتها بقى خلاص. ايه؟ حكايه ان انا فري امبيكال دي ما توقفهاش طبعا زي ما اتفقنا ما تزودش الضغط. طبعا لو استخدمت انتهاء المدخول ملهاش اي افكت. المشكله ان انا ما اديهاش مع ادويه بتعمل تاكيكارديا وهايبوتنشن زي الفياجرا سيلفينافين وطلع منه دريفيتيف كتيره قوي بلاش اديها مع بعض. انتقلنا الكالسيوم عشان البروكلي. دول السوائل ثلاثة اتشالوا دلوقتي. لأسباب. كنا الاشتراك حتى مش عارفين. معلش معلش لكن احنا هناخده مع بعض. دكتور اهو كالسيوم شانل بروك دول ثلاثة صغيرين قوي. ده كالسيوم شانل بروك شوية في الجنب ده حديد تاني بس ما هوش كالسيوم. قلنا كالسيوم شانل بروك لما هو مثلا جوك ودراعس بيمنع الانوارد موفمنت اوف كالسيوم جوه الهارت. جوه بلاند فيسلز جوه السموث ماسل فايبرز. These are good drugs which prevent inward movement of calcium inside the heart using action potential cover inside blood vessels inside smooth muscle fiber. الكالسيوم اسينشال لكل خصائص القلب. انت ايه اللي خصائص القلب؟ اسينشال في السموث ماسل تون بلاد فيسلز توسع البلاد فيسلز. الكالسيوم اسينشال السموث ماسل كونتراكشن ما بيخشش في البونكاي مثلا يحصل ريلاكسيشن البونكاي. ذيس ار جود دراجز انهبيت كالسيوم انفلكس دوينج اكشن بوتنشال كارديك اند سموث ماسل فايبر. طبعا بتاثر على اي كالسيوم شانل. كالسيوم شانل بتضرب بثلاث انواع لو عاوز تتفلسف تعرف ولا لا بعد شويه. هي بتاثر على الفولتج ديبندنت كالسيوم شانل. وعلى فكره ده اول نوع بيرجع يبقى سب ديفايد ثلاث انواع تانيين كمان ال تايب وتي تايب وال تايب. كفايه لو عرفت ال تايب اسمه فولتج ديبندنت كالسيوم شانل. تاني كالسيوم شانل في الطب ثلاث انواع واول نوع ثلاث انواع. هقول لك في سلايد بعد شويه اعتقد موجودين عندك اهي اللي هي بتمنع دخول الكالسيوم جوه الهارت جوه السموث ماسل فايبرز او بلاد فيسلز اي سموث ماسل فايبر بالنسبه له. اني كالسيوم شانل فولتج ديبندنت او النوع اني سب تايب منه ال تايب. شايف؟ انتوا عارفين الكالسيوم مين اللي بيخش في البلاتو فيز وهو مسؤول عن كل خصائص القلب كونتراكشن وهارت ريت البيست يعني وكونداكتيفيتي واكسايتابيلتي. مانع دخول الكالسيوم بيقلل كل هذه الخصائص خلاص. دي هتعمل زي البيتا بلس بتقلل خصائص القلب بتقلل الكارديو كيرف بتقلل الاوجين مين وضمان الكارديو. في بعضهم بيستصعب الكالسيوم شويه. لا دي حته فيها صعبه بس شويه عاوز افهمه الباقي سهلها. فيها تشابه كبير مع البيتا بلس. دكتور الكالسيوم شويه بتقسم لفرعين حاجه اسمها اهو بص نان دايهايدروبايريدين. النان داي هايدرو بايريدين دول بيغفرين ودلتيازان. كالسيوم شانل اللي حاولوا النهارده 15 واحد. انا عاوز منهم مني ثلاثه. فيرافامين اللي اسمه ايزوبتين. دلتيازان اللي اسمه التيازان او تالجيزان. ودول مني شغالين على الهارت. حلو. هبينه بعد شويه. دول اسمهم نان داي هايدرو بايريدين. معلش احفظ الاسم ده. بيجي سؤال اكس كيو يقول لك ده نان داي طمان داي هايدرو بايدين كالسيوم شانل بلوكرز بيعمل كذا. في داي هايدرو بايدين لونج اكتنج امنوديبين مشهور قوي. امنوديبين ده عامل ده كالسيوم شانل لونج اكتنج يعتبر واحده في اليوم اللي اسمه نوفاسكي او اسمه امنو او اسمه الكابريس. اسامي كتير في السوق كل شركه بتسميه شكل اهو امنوديبين. انترميديت ليفيديبين ادالات وشورت اكتنج ليموتيبين
على فكره دول مين شغالين على البار بس؟ هاي بس فرق. شايف؟ بتاع الهارت نمبر هايدروكايدين وده بيشتغلوا ايه؟ البريفر على البار بس بيوسعوه. مهم الكلام ده. بعض الزملاء بيقول لك تمام التعديل ده يقول لك النمبر هايدروكايدين دول ميني سنترال يقصد سنترال على القلب ودول ميني بريفر يقصد بار بس. مهم الكلام ده. يمكن مفتاح عمل الكالسيوم شارك بلوكر انك تقول لي دول سنتر اللي هو الريابامين والدلتيازان. سنتر مش مقصود سي بس يعني سنتر على الهارت ودول مين بريفرال على البلد بس. لو هتعرف في اسئله على الكتاب ازاي ام سي كيو دكتور من فضلك عاوز تقول لي تمام ده الحته الاوليه بس ما تكلمش عنهم. الكاينتك بتاعتهم ايه؟ كلهم يمتصوا فيهم جي اي تي بس اللي فيليبيني يمتص بعتر كمان. هتشوفوا كتير قوي بتكسر كبسولة أدلات لفيليبين ونحطها نقشها كده ينزل منها سائل زي جيلي يمتصوا وتلاقي بعض فاليتيشن بلاد فيسل بيوطيه ضغط الدم. ده في حالات الامرجنسي. بكره لما نتكلم عن الهايبر تنشن بتاعه الاسبوع الجاي هذا الكلام. او دول ويل ابسورب فروم جي اي تي ده بعد اورال باي افيلابيلتي افضل. يمكن اكثر واحد فيهم الادلات ده ليه؟ ده بيتعرض لفيرست باس ميتابوليزم جامد او الليفر هو وده. يمكن الادلات اقلهم اهو شايف فيرست باس اهي هنا هاي هنا مودريت هنا ليتل فيرست باس ميتابوليزم جدول سهل قوي مفيش حاجه بايند كلهم بيبايند بدرجه كبيره مع البلازما البروتين اهو كلهم بايند مع البلازما. وعلى فكره هنا في انتر اكشن البايند بتاعهم جامد. لو مريض ياخد تشتانس دي كان ديسبلي تشتانس بالبايند سايت. في صراع بين الادويه على البايند سايت في البلازما البروتين. انا اقوى منك ازيحك من البلازما زي ما قال الاخ الفاضل الدكتور عبد الفتاح من حضرات الجنرال. في دراج انتر اكشن على مستوى الفيروس في دراج انتر اكشن على مستوى الامتصاص على مستوى ديستريبيوشن مستوى الميتابوليزم زي انهبيتور انديوسر وعلى مستوى الاخراج اللي هي بنسميها فارماكو كاينيتك دراج انتر اكشن. في فارماكو دايناميك في فارماكو كاينيتك. للاسف ما عندوش موضوع دراج انتر اكشن لكن الاسئله اللي بدي عليكم اللي موجوده في اثناء التكست دراج انتراكش مهمه اهو. مثلا لو اديت ربامين مع الجيتالز الربامين يزيح الجيتالز بالبايند سايت. خد بالك الدواء هو ماسك في البلازما بروتين بيبقى ينقل مش كده ولا لا؟ ينقل لو اتزاح بره يبقى اكل يبقى فيه ممكن سايد افكتس منه. دكاتره اهو الفي ميتابوليزم باي ذا ليفر excreted by renal and bilirubin. نفس الكلام هنا وهنا مفيش جديد. التهاب عاوزك تعرف التهاب الاثنين دول اربع ساعات اهو غالبا بيقعد وانس بير داي مثلا ده بيقعد ساعتين بس ممكن يقعد اكثر من مره في اليوم. دي الفايلتك اوف كالسيوم شانل الكالسيوم اكشن. بس لو حد سالك انواع الكالسيوم شانل بطريقه حطها في سلايد اهي بص انواع الكالسيوم شانلز 23 ادي فورتج كالسيوم شانل اللي منها سب تايبس سوري اللي منها سب تايبس ال تايب هم شغالين عليه تي تايب في ال تايب تي تايب برضه بكلمه ترانزيت ترانزيت ال تايب نيرونه موجوده في السي اس بس وفي ال تايب. في نوع ثاني من الكالسيوم شانل اهو ده كالسيوم سوديوم اكسشينج. في نوع ثالث اللي هو اشتغل عليه الادويه لازم يشتغل نجد على الريسبتورز اهو زي نقطه دي مثلا يشتغل على الالفا ريسبتورز بيحصل كالسيوم وهرم ودار. عاوزك تعرف الاتي اهو بتاعهم الاكشن بتاعهم شغالين على ال تايب ريسبتور بلس مايك كالسيوم بيمنعوا كالسيوم فلاكس بي اهو شايف فورتج ديبندنت ال تايب في القلب ينهبت الهارت في البلاد فيسلز فايلتيشن سبيشالي
GDP, and especially the rapamil and deltiazem. Smooth muscle fiber, when I put the calcium go well, relax a smooth muscle fiber, like the Mumbai, GIT, urinary uterus. It's like when? And why calcium channels like Canem, I should put that back. 3 main types of calcium channel. Voltage gate calcium channel, lower female nutrient, and why L type, normal T type, female nutrient, and L type. عشان في بعض الناس بتوع السيطرة هم إخوة أعزائي يتصفوا شوية يقول لك أنواع الكالسيوم شانل شغال عليها كانوا هم شغالين بس على الـ L تايب أو فولتج جيت. في نوع تاني اللي هو ريسبتور أوبريت، نوع تالت اللي هو كالسيوم صوديوم تشينج. أرجع الموضوع الكلام المهم، تعال أتكلم يجيب لك سؤال في سي كيو يقول لك مثلا أكشن أوف دوبامين action of the PDP. حتى الصعبة مش صعبة ولا حاجة. Very simple. أنا أتكلم عن أهم الجزء أنواع الكالسيوم شانل. شايف؟ كان ال بايب. كان الكالسيوم شانل بلوك. شغال على ال بايب. إذا في نوع ثاني صوديوم كالسيوم تشين ده أهو. وفي نوع ثالث بتاع الأدوية. أهو. ريسبتور أوبريت. واحد اثنين ثلاث أنواع من الكالسيوم شانلز. و هم شغالين على السب تايب بتاع الفولت الجديد اللي هو ال تايب. ايه كمان؟ شايف؟ تايبس اوف كالسيوم شانلز انواعها كتير. اكشن. اول واحد انا اتكلم عن الاكشن بتاعه جرافامين ومعاه الدلتيازام. خدوا بالكم الحته دي صعبه شويه نخلصها. بعدين نتكلم عن الفي دي بي. اشمعنى سبتوم كده؟ جرافامين والدلتيازام بيجي سنترال على القلب. والدي في دي بي مين بريفر على البلاد فيسلز. خليك معايا عشان بس الوقت. بص اهو شايف هنا منع يكون الكالسيوم في القلب يعمل كارديو انيميشن. منع يكون الكالسيوم في البلاد فيسلز يحصل بعض البلاديشن. سهل قوي. طب امسك لي الدوبامين قبل ما انزله في سلايد. يعمل ايه؟ يعمل لك ايه؟ منع يكون الكالسيوم جوه القلب الدوبامين يقلل الهارت ريت. اللي هي فايده ليه؟ طبعا كل قبل الهارت ريت يعمل زي الميتا بروكر هيطول الدايستوليك تايم وده مفيد لان الكورونا يبل اثناء الدايستول. هذه واحده. يبقى لو بيرابامين بيقلل الهارت ريت. خد بالك السؤال الخبيث ده بعد شويه. بيرابامين يقلل كل الكالسيوم في الهارت يقلل الكونتراكت افكت يقلل الايموتروك افكت يقلل الكونتراكشن اوف ذا هارت. مفيش كلام يقلل الكارديو ورك يقلل الاوجينيل ودمايوكارد عامل زي البيتا بوكا بارك. الله ده زي ده يفيد المريض الزرقاء انه بيقلل الهارت ريت ويقلل ايه الهارت ريت يا جماعه معلش ما قلتهاش البيتا بوكا حولها هنا في البيتا بوكا عايزها مره ثانيه. ده ايه الهارت ريت ده ليه فوايد وليه عيوب. فوايده انه ديفنتلي الكورونا جيم لقط اللي كانوا بيعترضوا على البيتا بوكا انها بدايه الكورونا يقول لهم بتقلل الهارت ريت بتطول الدايستوليك تايم. حلوه وحشه؟ حلوه تبقى تكون اكتر وحشه هقولها لك بعد شويه عشان بتزود الاند دايستوليك بول الفينوس ريتورن بيزيد. ده موضوع تاني. دكتور بص تعالوا نتكلم قلل الهارت ريت يقلل الكونتراكشن يقلل الكونتراكتيفيتي يقلل الاكسايتابيلتي. يا اخي ياما ناس كتير عندها انجينا واريدنيا. انا من بكره هجي لك بالكومباينيشن انجينا واريدنيا. اريدنيا لخبطه في ضربات القلب مع الانجينا. من افضل الادويه ارفع ديوبامين يعالج الزبحه ويعالج الاريدنيا. سؤال ما فيش سنه ما جاش. ده فيش سنه ولا امتحان ما جاش يقول لك انجينا ويز اريدنيا او انجينا ويز سوبر فنتريكولار اريدنيا. كلمه سوبر فنتريكولار ما فوق الفنتري فهو الاتيا مش كده لا؟ بدل ما يقول اتيا اريدنيا يقول لك انجينا وسوبر فنتريكولار اريدنيا. وعلى فكره نفسي تحفظ تعبير معلش اللي هو بيقول ايه التعبير ده؟ بيقول لك اسكيميك هارت فيبرز اريدميا. حد فاهم حاجه؟ اسكيميك يعني لو القلب مش وصل له دم كفايه لقط. اسكيميك هارت فيبرز اريدميا. كتير ساعات لما بشوف مريض عنده لخبطه في ضربات القلب حط في ذهنك انه قد يكون هذا القلب اسكيميك هارت. ما
يعني ايه سكين الحرق؟ مش وصل له بلاد سبلاي كفايه. ديورابامين ممتاز يعني الدم يعني الدم. خد بالك هل قلت نايتريت يعمل كده؟ لا نايتريت اللي كان عمال بيعمل تكيكارديا ولا ايه؟ ما ينفعش. ارسل ايه خلصني اهو بص ديورابامين قد التيازان على الهارد اكتر من بلافيست على الهارد اكتر من بلافيست. خليكم معايا معلش الكلام النهارده لسه دسمة في الساعتين الاولانيين. بص على الهارد ديبريسف قلب اكتر من بلافيستيشن. فعرفت الكلمة دي كلمة مهمة قوي. الجرافين والدلتيازيب سنترال اكتر من البريفرال. في مصرنا بيكتبوا ايزوبتين كتير، بيكتبوا التيازيب كتير او كارديزيب في امريكا او تيلديان او دليتيازيب سميه زي ما سميه. الاثنين اللي بيكتبوا كتير قوي بيعملوا ايه؟ انا اقول لك قبل ما اكتبه قالوا له هارتريت مفيد مريض الزحمه زي ما قلت لك يطول الدايستول يقللوا الكونتراكشن على الكارديو بيرن يقللوا الكونتراكشن دموم تروب افكت ايه؟ يقلل الاكسايتابيلتي انتي اريثمي. حبس ايه تاني يعني؟ لما نقلل كل الخصائص القلب دي بنحافظ على الانرجي ديسبوزل بهارت. وفي قول لا انقطع رده لاسباب في كتب كاتبه انه بيقلل البليتلت اجريجيشن للقلب ازاي وليه بياخد اور سكوب ازاي الكانسر عشان تقلل البليتلت اجريجيشن انا اي داوت ولكن مكتوبه في طريقه القلب. ممكن تبص لي الكلام ده سهله او ليه؟ دي ادويه بتقلل الكارديو ورك. اوعى تنسى كمان على البلاد فيست هي مش معنى انها شغاله على القلب ميني على البلاد فيست دايليت يعني على الكوناي فاس على الكوناي كويس بالذات لو المريض عنده فيريانت انجينا متميزه مش معايا واسع الكون اكتر من توسيع البريفرال لانها سنتر والكون يقع سنتر في القلب بوم دان بريفرال خلص الدوبامين يقول عليه صعب صعب ايه؟ بص اهو شايف؟ طبعا انا كاتب ده دي في اليمين دايليتو اكتر من الهارت في اليمين العكس مش كده ولا لا؟ انا بتكلم عن الاكشن في كالسيوم شانل على الكارديو باسك اهو ديورابامين اند ديلتيازين في الاول على الهارد بس اكتر من بلافيست جاي تذاكرها النهارده على طول الكالسيوم شانل. بص باور كارديك ديبريسنت نيجاتيف كرونوتروبيك شايف؟ تعمل براندي كارد سؤال دكتور طبعا دي ليها ميزه وعيب. الميزه انها براندي كارد تقلل الكارديو ورك العيب والميزه كمان براندي كارد تطول الدايستول يملى الكروناي كويس ماشي يا عم. نيجاتيف ايلو توب قلل الكونتراكشن مش قلنا كده؟ لا كل ده جاي منين؟ منع دخول الكالسيوم او تقليل دخول الكالسيوم جوه الهارت بتقلل اهي شايف تقليل الحب بتقلل الكارديو ورك اوكسجين كونسبشن بقلل دوام وتروف كونتاكشن. يا حبيبي انت بتعيد البيتا بلوكر تاني بطريقه مختلفه. بتقلل الاوتوماتيست انتي اريثميك هتحطها طبعا كلاس طبعا موضوع الاريثميا في كل سنه هنقول لك بس صفحه واحده في تقسيم الانواع اسامي الادويه الانتي اريثميك دراج هنقسمها لفور كلاسز مش وقت حسب كل واحد شغال ازاي. البيتا بلوكر يا ابناء كلاس 2 ديب البيتا ريسبتور الكالسيوم شانل كلاس 4 انتي اريثميك هنسيب لها رسمه كده مع بعض نقول كل انتي اريثميك اربعه كلاس سبيسيفيك انتي اريثميك اربعه كلاس كلاس 1 و 2 و 3 و 4 حد هيحكي سؤال يقول لي يا دكتور محسن البيتا بلوكر مينلي كلاس 2 لكن شغاله بطرق ثانيه كمان زي كلاس 1 لان ليها حاجه احنا عارفه اسمها كليدين لايت ولوكال انستيزيا لايت ودول كلاس 1 مش وقت دلوقتي. شايف سهل شايف قال الهارتي قال الكونتاكت تحفظ ايه؟ قال الكونتاكشن قال الاكسايتابيلتي بتحفظ الانرجي ستورز اهي ما دام ما فيش كل الكارديو كورك قال يا جماعه في كلام مش عاوز اتعرضله انها بتقلل بليتلت اجريجيشن كمان سلو داون اتيوس كلوز قلل ازاي ليه؟ ما اقدرش اقول لاسباب اللي في ناس هتنتقدني فيها
وحياتك ما تنساش يا فاميلو تنسى يا زاف. اوعى تنسى دع القلب. اوعى تنسى انه ضايقته كمان. اهو. ليس بيربل بعض ضايقتيش. هو سبب تعرف لو طلعت بعبارة ان انجراب فاميلو تنسى يا زاف سنتر اكتر منه في بيربل انا كسبت كتير. ليس بيربل بعض ضايقتيش الان في الفلبين. لكن عن كورونا يقرب. كورونا يعتبر سنتر. طبعا هو ليس هاي بوتنشال دان الفلبين. عارفين الفلبين هو ايه؟ يا اتلانتا بريفر اكتر منه ايه؟ اكتر منه سنتر. كل سنه كل سنه تلاقي شركات الادويه الشركه اللي بتطلع شغل اسامي ترى الفلبين او ادلات تعمل مؤتمر لعلاج الهايبرتنشن. الشركه اللي بتطلع البيوفامين مؤتمر منافس ولكن مفيش كلام ان الفلبين في علاج الضغط اكبر بالبيوفامين في علاج الضغط. على النقيض من هذا في علاج الانجينا مثلا بالاريتميا بيوفامين اقوى من الفلبين. فاهمين بقول ايه ولا لا؟ مش عاوز افضل اقول لك ان الفلبين دلوقتي في علاج السبعه بقى ينتقد بشده وفي سنه 2000 مات كذا عيان بالادلات لما استخدمناه في السبعه. هقول لكم ليه بعد شويه لما نيجي للسايد افكتس. دكتور كلام في منتهى السهوله. طب وات اباوت الفلبين كضايليته اقوى منه على القلب. ضايليته اكبر من تاثيره على الهارت. شايف؟ عايز اوريك قوي. كضايليته فالف دايليشن جامد قوي اهو. ارتيريال بالذات اكتر من فينوس. صدق عليا. انت قلت لي النايتريت كان ايه؟ فينوس اكتر من ارتيريال. كوبا ارتيريال ده بيقلل الافتر لود اهو. بيقلل التوتال بريتوال ريزيستنس بيقلل الافتر لود بيقلل الكارديو كوار. شايف؟ فينو اقل ويك فينو دايليتيشن. يعني ايه؟ ليس فينوس ديزيز ان فينوس ريتيرن يقلل البريلود برضه. شايف؟ كوروناري واضح كوروناري يعتبر كان بلافيسكس رغم انه سنتر لكن الادلات قوي قوي على بلافيسكس. بعض دايليتيشن بس عاوز اقول كلمة حق ينبغي ان تقال. قلتها المرة اللي فاتت في عجالة وبنت البنات سألتني هذا السؤال المحرج لكن تذكره. هو على البلد فيسلز هنا قوي لكن المشكلة لو بيوسع النورمال كوروناري ما عندوش حكاية الريدستريبيوشن بتاعت النايتين. معايا مش معايا؟ يعني لو نورمال بلد فيسلز وديزيز بلد فيسلز ده نرسمها معلش كده زي ما قلت لو باوركول عن نورمال اهو. إذا كان ده بلاد فيسل بهذا الشكل أدي هارت كده فافترض أدي لايت كولري وأدي اللاد. اللاد اللي هو أكبر برانش في الليفت كولري ما عارفين ليفت بيت السيركمفلكس و وبيدي ليفت أنتيريور سيلينج وأدي لايت كولري. فرق مش وقت دلوقتي اللي أنا عايز أقوله لو أنا عندي ديزيز لاد مش فيري كومن عرفت انتين السلم ده صانع الارامل هذا اللات واديك ادلات ساعات كتيرة افرض الكورة سليمة ممكن يبقى الكورة يا سلام من احنا ليه بنعمل قسطرة لكن سابها عشان نشوف اني برانش ضيق زي ما حريت بعد شوية يعني منظر من بيحصل ايه مشكلة الادلات. وقد يكون بص مشكلة الادلات انه طيليت البلاد فيسلز لكن معروف ان الاثيروسكلوتيك بلاد فيسلز بالذات الديب بلاد فيسلز كده الاثيروسكلوتي الريفرسال بوز مش هيوسع. اللي يوسع هو النورمال كورنر ده اللي بيوسع الابداع نورمال كورنر. فالدم شيفت من ديزيز سايد للهيلثي سايد ده يوسع اكتر زي ما قلت تعبير يعني نقل وطبع للحكماء يقول لك اللي عنده يزاد يعتبر يزاد واللي ما عندوش اللي عنده يؤخذ منه. اوكي اللي عنده ارجعي كويس يوسع اكتر ياخد الدم من حته تعبان. انت بتاخد من الفقير وتدي الغني. احنا عاوزين ندي الفقير فاهم ازاي؟ الدم
دي مشكله للادلات يسموها ستيل فينومينا. ستيل يعني سرقه. ستيل فينومينا very common بالذات لو جيت مع النيتريت ان ان. اي نعم النيتريت عصب النقاوي اللي يمكن يفقدها، لكن على البيك فيزت اعتقد انها مع الادلات خطا لا يفتقر. ستيل فينومينا تساوي شيفت اوف بلاد من ستيل سايد للهيلثي سايد. اهي they steal the blood from atherosclerotic area يوديها للنورمال بلد. فحياتك هذا الكلام لا ينسى ابدا. هذه الادلات كلام فاضي جدا، بس لا الحته جايه مش فاضي. ايه هي؟ ادلات كل الطلبه عارفين مين يعمل مدرسه اكثر من حافظ. طب اسالك سؤال ام سي كيو، يعني ايه على الهارت اللي في الفيلبين؟ على الهارت بص يا دكتور، كله قوي على البلد فيسلز هيوطي الضغط. خد بالك معايا معلش مش هعرف الاختلاف. عامل زي النايتريت ريفلكس سمباتيك ستيميليشن. معلش اكتب لي على الحته دي هام، انا ما اعرفش انا ماشي بالكتاب بتاعك ولا بلخبط، انا مش موصلتوش حاجه. هم يعني طلبوه مني الكتاب بتاعي بس ما اعرفش حاطط فيه كتابكم بتاعي مصر، معلش هزود عليها. انا اسف. لما راجع بنت الباب الصغير الثاني هلتزم الكتاب. كان الباسكور ما طلعش. معلش ثواني عشان بس في حاجات في العمل هو كاتبها مش كلها في النظر. ممكن اقوم عليه. بص يا دكتور الضغط بيوطي ضغط الدم. لما يوطي ضغط الدم ريفلكس سمباتيك، خليك معايا. خليك في الحتتين. كله بيعمل ريفلكس سمباتيك ده يعمل تاكي كارديا. والتاكي كارديا دي عليها كلام، عليها كلام. يا ريت تدي معاه بيتا بلوكر. فاكرين النيتريت ولا لا؟ الله ده انت عمال تقول الفول كومباينيشن ما جمعها لي يعني سلايد. حاضر. يا ريت تدي مع النيتريت بيتا بلوكر او بي ار بي، مش قلنا كده من شويه؟ يا ريت تدي مع الادلات كمان بيتا بلوكر. بس اقول كلمه ممكن؟ اقول كلمه؟ كل سنه انا بقصر على وضع سؤال ام سي كيو لحضراتكم بيقول الاتي: All calcium channel block can cause bradycardia except الاجابه except ان في دي بي. فهمتوا حاجه ولا لا؟ تاني: All calcium channel blocker تعمل bradycardia ما عدا ان في دي بي. ليه؟ مش هو calcium channel؟ بس البريفرالي اقوى منه ايه؟ سنترال. كل بريفرال اقوى منه سنترال. بعض الدايتيشن دي بتعمل ريفلكس sympathetic stimulation. Reflex sympathetic stimulation. أول كلمة معلش النهارده بقول في شوية كلام صعب، هيسأل بعد شوية. السؤال ده مهم قوي. كل الكالسيوم شالت الهارت ريت ما عدا الأدلات. ساعات أسأل بعض بتوع ماجستير القلب، هل ينفع واحد عنده اسكيميا، عنده أنجينا وعنده أريتميا أديله أدلات؟ ما ينفعش. الطالب اللي يقول لي ان كل الكالسيوم شانل بلوكر تنفع كانتي اريثمي، ده طالب فاهم التوفيق. الكالسيوم شانل بيرافانيلو جينتيازين ينفعه، لكن مش النيفيديبين، لان النيفيديبين ريفلكس سمباتيك دي تكتب عليها هام جدا جدا. ريفلكس سمباتيك بتخليه يعمل تاكيكارديا. عرفت بقى ليه في ناس ماتت؟ عرفت لا ليه في ناس ماتت؟ لما خدت ادلات في الانجينا. انا واحد من الناس بعترف بخطاي، كنت باستمرار اكتب ادلات لغايه سنه 2000 اكتب نيفيديبين في علاج زعل. نظرا اساتذتي بتوع القلب الله يرحمهم معظمهم توفوا في اعتزال كبار قوي، فيكتب ادلات روتين. لكن بعد فتره ابتدوا يقولوا لنا اكتبوا الاول. شو ازاي؟ اكتبوا مع الشركه. فانا جه اكتب مع بيتا بوك. مات كذا واحد في امريكا كان طلع بيبر، كذا واحد مات في الادلات من الريفلكس سمباتيك. من الريفلكس سمباتيك بتاعته يعمل تكتيك. انت مع بيتا بلوكر ما بقولش ما فيش حد بيستخدمه. ما ترجعش النهارده البيت وتلاقي مثلا قريب ليك عنده انجينا بياخد ادلات، قد يكون معاه هايبرتنشن ومعاه انجينا. ساعات ينفع فاهمين كلامي ولا لا؟ وتقول له وقف فورا مش هتيجي. في زملاء بيدوا بيتا بلوكر لازم معاه لو استخدمت الذبحه الصدريه لوحده خطا مهني، الا لو كانت الحاله مثلا فيريان انجينا يوسع بلاد فيسلز كويس
لكن حالة ستيب والانجينا انجينا افوت عاوز اقلل فيها الكارديو ورك بلاش ادلات كلامي ولا لا لان الفليكس بتبدا بيزود الورك والضغط بلاش تدي ادلات مع النيتريت كلها يسرق العيال اكتر وقت وحياتك الجود كومباينيشن والباد كومباينيشن دول نفسي تحطهم لي في جدول كده مع بعض ثلاثة حلوين وثلاثة وحشين احنا خدنا منهم لغايه دلوقتي بندي بيتا بلوكر مع نيتريت بندي بيتا بلوكر مع نيفيدبين مش كده لا وبندي نيتريت مع كالسيوم عشان ممكن بغبني وده باد كومباينيشن بلاش تدي نيفيدبين مع نيتريت مش حاجه بتقع عشان نيفيدبين مع نيتريت بلاش يساوي العيان وحاجات تانية عندكم حالا دلوقتي الدكتور بص معاك اهو هل في حالات تانية على القلب على فكرة الأدلات عشان الفليكس الفاتاليتي بتاعته ما بيقلبش كارديو كونتراكشن انت معايا ولا لا؟ هو انام سنتر شغال على القلب بس ضعيف بريفرلي دايليتو بيعمل الفليكس الفاتاليتي يزود الهارتين عشان كده لو حد سألني سؤال خبيث قال لي ايه تأثير أدلات الفيليبين على الكارديو كونتراكتيليتي تقريبا السنتر افكت بتاعي يتعامل مع الريفلكس الباتاتيك حاجه ولا لا يضادوا بعض هو هنا بيحاول بس القلب لكن البريفرنس الباتاتيك يزود الهارتين يعادلوا بعض مفيش تاثير على الكونتاكشن لو سكر لهذا المدى الفيليبين لخصها لي في الجدول كلنا هنكتبه مع بعض انه جه في الامتحان الثلاث مرات السنوات اللي فاتت كلها انا بقول لك كده غير بيها ولا لا قال لك الاكشن اوف كالسيوم شان على الكارد الفاسكولار وعيوبها ايه هحطها لك في جدول بعد شويه. طبعا تاثيره على القلب لا يصبر. بيعمل ايه على الهارت ريت؟ الوحيد اللي بيعمل تاكيتال. بص اهو شايف؟ فيري ويك ماي كارد ديبريست. ليه فيري ويك؟ تظبط لي هيت اسي نوت. الايفن كوز ايه؟ ريفلكس ايه؟ تاكيتال. هم هاي بوتنشال. دكاترة مهمة دي ضغط الهيب كونتاكشن الفليكس الفتاك شايف كلها ايه؟ مينيمال نيجاتيف ان الضغط تكتبه مش موجودة واحيانا الكارديك او ما يتأثرش مش زي الجرافامين يا نهار ابيض عشان كده قلوت الهارت فيلير حتى يعني لو المريض عنده انجينا الهارت فيلير ما خافش اخاف من الجرافامين بيفطس القلب ما خافش من الفيليبين يمكن ده الجزء الصعب في الكالسيوم شال بروتر اهو يا جماعه نوت انتي اريثمي ده بيعمل تاكيكار مفتاح عمل الفيليبين بريفرال اكتر من السنترال بريفرال دايليت وفليكس سمباتيك تزود الهارتريت مش بس تزود الهارتريت بس بتزود الكونتراكتيليتي فده النيجاتيف انتروبيك سنترال يتعامل مع الفليكس ويديه ما يأثرش او مينيمال افكت على الكونتراكشن. حلو الكلام ده على فكره بس محتاج مذاكره. ده تاثير كالسيوم شان. هل الكالسيوم شان بروك ليها تاثير تاني غير الهارت غير البلاد فيسلز ارت والطالب المسكو هارت ينقص في الحياة. اذر افكت عشان خاطري عاوزك تعرف انك بص ليها تاثير نيموديبين ده بالذات على السيرفر بلاد فيسل دايلين وبيقلل الاوكسجين كونسامشن اوف ذا برين سيلز التالي ده اللي قلت لكم على العميد بتاعه توفاه الله لما جاله سب اركوين هيموج نيموديبين نيموتوب ده اللي بيسوق مفيد قوي وليه سيلكتيفيتي على السيرفر بلاد فيسل يعني يقلل النيرون اوجينيت لو واحد عنده هامج او عنده سبال انا احب اديله نيموتيبين دكتور في كلام ان الجرافامين ككالسيوم شانل يمنع دخول الكالسيوم في البنكرياس يقلل نزول الانسولين اهو يا اما هقول لك كلام على الدايابيتس بناخده ست ساعات مع بعض 6 ساعات قليل من كثير في الدايابيتس وهسألك سؤال اقول لك ايه الادويه اللي بتعالج السكر في الدم؟
هتوصلي كده مش وقت بس تجميعات توصلي ادويه معروفه تعالي السكر في الدم تقولي جي 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 جلوكوز هرمون جلوكاجون جلوكوتشكوي كلام جلوكوز انا بعرف حرف جي ثايروكسين ادرينالين ثايزايد بايزوكسايد كل الكلام ده خدتوه ثايزايد وهشام بايزايد ده انا بعرفه وبايزوكسايد وهتقول لي كمان في ديرابامين يعني السكر في الدم اهو بيقولوا انه بيقلل نزول الانسولين في البنكرياس اهو انا بقول لكم معلش لا تعتمدوا عليه انه يعالج السكر علاج ملحوظ يعني المريض هيكون بيسر ما ينفعش علاجه ديرابامين خالص الميت هيشتغل في قسم الانكولوجي علاج السرطان بعض الزملاء بعض الابناء هناك بيدوا كالسيوم شانل وجدوا ان الكالسيوم شانلز بتقلل السنسيتيفيتي اوف كانسر سيلز للكيموثيرابي بص ديمنش اي اسيد ديمنش ريزيستنس ايوه اوف كانسر سيلز للكيموثيرابي بعض انواع الكانسر بيحصلها تولرنس على الكيموثيرابي مع وجود الكالسيوم شانل بلوكر ليه برضه معرفش ليه مفيد قوي حكاية اعطاء كالسيوم شانل للمريض كيموثيرابي زي ما احنا then other actions of calcium channels استخدامات نظري معلش عايز اقول كلمه calcium channel blocker احد الزملاء الافاضل وهو اكبر مني يعني يعتبر استاذي وقلله اشتغلت انا وهو عدى ثلاث سنين نشتغل على calcium channel blocker على سكليتال ماسل على اساس ان كنا نهدف الى نشوف تاثير calcium channel على العضلات هل ممكن تلقي العضلات الإرادية سكليتها المصل؟ لا وثبت ان هذا الشغل ليه المود دي معلش كان اشتغل حاجات هنستفيد برضه علمنا ان ملهاش تأثير انتوا خدتوا حضراتكم في السنتر المصري ريلاكسنت دواء اسمه دانترولين فاكرين ولا دانترولين ده دايركت مصري ريلاكسنت بيمنع ريليس الكالسيوم فروم سالفو بلازم في ريتيكولم ارجع لكلام الدكتور اماني ابن الدكتور اماني ديسكو مصر ريلاكس لكن هنا ما سببش ان الكالسيوم شانل هي ليها تاثير بس على منع دور الكالسيوم الهارت بالسموس مصر فايبرز سواء بلاد فيسل او في الاوجن بس مش في السكيلتال مصر وحياتك دي اكتب عليها هام نو افكت العضلات بتعتمد على انترا سيلولار كالسيوم قول اللي موجود في السيتوبلازم ريتيكولا تعالى بقى الحته لطيفة استخدامات كالسيوم شانل اهي يوسف كالسيوم شانل طبعا انت نظري هام جدا هام مثل النظري تعالوا مع بعض تعالوا نخلص الحتات احنا لسه بنرجع الكلام كتير واحد انت فاكر استخدامات البيتا بلوكر واحد يقول ايوه فاكر اقول له قول لي اول حاجه انجايت بص اول تايبس اوف انجايت اهو ريكتابل في الانجايت ميكانيزم اوف اكشن اوف انجايت خليك معايا معلش كذا ميكانيزم لا من غير ما تبص انت بتقول لي الكالسيوم شانل بلوكر بتقلل خصائص القلب بتقلل الكارديو بلوك اهو بتوسع الكولر اهو شوف الميكانيزم اوف اكشن كذا حاجه تقليل الكارديو كورد جربتها جيل يا اوكسجين كونسامشن بيقل وده يعالج الانجينا اوف اف وتقليل الكارديو كورد كورونري دايابيتيش وده يعالج الفيريانت ايه؟ انجينا ولا مش معايا كلهم ارتيال دايليتور اكتر من فينوس كمان يقللوا الافتر لود ويقللوا البري لود كمان ما شاء الله شايف؟ واحد اثنين هنا هم واحد اثنين تقليل الكارديو كورد ازاي؟ عن طريق ارتيال دايليتور يقللوا الافتر لود وفي مغايرات قوى عضلات النيتريت كانت بتتعكس توسع البين اكتر من الارتي دول بيوسعوا ايه؟ ارتي اكتر من البين فكلاهما هم بيقلل الكارديو كورد بيوسعوا الكورنر ده الميكانيزم اوف اكشن اوف انجينا وزي ما قلت بريزرف انرجي ستور أول استخدام كل أنواع الأنجينا
استنى عليا معلش، عاوز تفاصيل اكتر امسك الدوبامين. معلش الحته الاخيره دي مش عارف الميكانيزم معناها ايه، انا عارف ما اقدرش الثانيه. بص اهو في الاكيوت اتاك اوف انجينا، لو في واحد عنده الم، في ناس بيدوا سب لينجوال لدي دي بي ادالات اهو اشو زي ما قلت لك زي ما يجريك كده. في البروفلاكس اوف انجينا بيدوا بيرابابين والدنتيازم، ودول على فكره معلش بروفلاكس انا معترض على الكلمه دي، معلش معترض بس مش عاوز اشيلها. اكيد اتاك اوف انجينا بتيجي تحت لسان الفيلبين، حط عليها علامه استعاده واستفهام واستغراب. النهارده ناس كتير ما يحبوش الادالات في الانجينا عشان الفليكس الباثاتيك بيزود الجرد. لو بيرد انا افوتها لك، لكن ستيبل انجينا ما افوتهاش. بص لونج تيرم بروفيلاكس بيرابامين والدنتيازين بحبهم في كل الانواع والاطراف. استنى يا دكتور بحير، بص النقطه الثانيه، يا سلام لو في انجينا واريثميا. مفيش يا سلام حاجه حلوه يعني حاجة. يا سلام على الكالسيوم شايل الركب بيرابامين بالذات يضرب عصفورين بحجر واحد، يعالج الانجينا وهو انتي اريثمي، سبيشالي الاريثمي في الادريا بيسموها سوبر فنتريكولار اريثمي. انا كتير قوي بشوف، انت هتشوف اكتر مني طبعا لانك تبقى متخصص في مجالك اكتر مني. ساعات اشوف مرضى عندي مرضى سكر، ساعات اشوفهم مثلا عندهم انجينا او عنده اريدمي، اقول له عنده اريدمي، اقول له لازم تتشف لي تعمل اختبار تشوف عندك اسكيميا ولا لا، عندك اسكيميا ولا لا، لان الاريدمي فيري كومن مع الاسكيميا، بس مش كل واحد عنده اريدمي ممكن يبقى عنده اسكيميا او المنظر. بص اهو ديرابامين ايزوبتي متميز في كل انواع الانجاين. هات الحته هنا مهم، بص معايا بيرابامين ينفع مع نيتريت. بص بيرابامين جود كومباينيشن مع نيتريت. البيرابامين النيتريت بتعمل انفكس سمباتيك، مش قلنا كده ولا لا؟ والبيرابامين بيقلل هارت ريت، يعدوا بعض اهو. بتفضل او بيشرح نيتريت دي بتوسع الكولوني وربينو دايريت ومني بتزود الهارت ريت، لكن معادل مع الجوابامين يوسع الكولوني وده ارتيال دايليتو يقلل الارتيال. معايا مش معايا؟ او ده جود كومباينيشن، انت خدت نيتريت مع بيتا بلوكر جود كومباينيشن ولا نيتريت مع بيتا بلوكر؟ نيتريت مع جوابامين وخد دي في دي بي مع بيتا بلوكر جود كومباينيشن، هاي الثلاثه جود كومباينيشن خلصناهم. الباد كومباينيشن هاخدهم حالا. ايه الباد؟ خد واحد منهم بس. لو ايه الباد كومبانيشن واحد؟ بلاش ان ان في كيلو مايتين في ساعه والعيان. بلاش اثنين سنترال مع بعض. بلاش بيرابامين مع فيتا بلوك عشان خاطر. ليه بلاش بيرابامين مع فيتا بلوك؟ انا بفقس القلب وانت بتفقس القلب. احنا الاثنين مع بعض. سينرجيستيك افكت على بعض. بص يا دكتور اهو. بيرابامين مع فيتا بلوك مش كويس. على فكره احنا خلصنا تو باد كومبايش، فاضل واحد، فاضل واحده خلاص. ما تديش تو دراجز من ذا سيم جروب، ما جمعهمش دلوقتي، ما جمعهم لك حد. ما تديش دوائين من نفس المجموعه، ما تديش بيتا اثنين بيتا بروكر. بزعل لما بلاقي زملاء كتير كاتبين اثنين كالسيوم شانل في روشتا واحد او اثنين بيتا بروكر في روشتا واحد. هو اصلا مذاكر حسب الاسم الدجاج، ما يعرفش تقسيمتها ايه. الدكتور معلش لا هذا ليس تحيز، الدكتور الشاطر هو نمره واحد شاطر في الفارماكولوجي، عشان اقولها ليس تحيزا قسم الفارما، تعرف من مشتتك معاك من صفاتي تعرفون، فاهم ازاي؟ من مشتتك تعرف بتفهم فارما، ما تديش دوايين من نفس المجموعه في مشتته واحده. ادي الجرافامين حلو. All types of angina. أنا آسف، دي في دي بي مش كده. بص، أنتوا مصر أنت بتكتر ليه؟ ما
معلش بص ان في دي بي دي في دي بي ما ينفعش دلوقتي احنا في سنه 2014 لو اللي قلت لكم بزور يعني بزور خاصه بزور مجلس في امريكا في الاسبوع اللي فات مفيش حاجه اسمها ادلات في الانجينا والافورد ابدا الفيكس الباتات ده ولا مع بيتا بوكا حتى امال ايه؟ ادلات مش عارف زوا جدا في علاج الزوا في علاج الضغط اهلا بيه من اهم الادويه لما نيجي الاسبوع بكره ولا يوم الاحد بص تعرف ان في ديتين بس في الفيريانت في مصر بس انديكيت الفيريانت انجينا نوت ان انجينا فيريانت انديكيت لو في انجينا وضغط عالي البعض في حضرتك من واحد من اسباب عروض الانجينا من اسباب زياده الاوكسجين ريكويرمنت في الضمائر الكارديه لو واحد ناس كتير ضغط عالي كلها انجينا فيه راح يقول لي انا دكتور زميلك قال انت عندك زبحه صدريه يا حبيبي الضغط اول ما تعالج السبب ده معناه هو شويه تعالج الزبحه دي الزبحه مش مرض ده عرض سيمبل ديو تو مايوكارديا اسكيميا طب ايه سبب الاسكيميا؟ في لود على القلب شيل اللود يختفي القلب الناس لما بتخاف من كلمه زبحه صدريه يقول لك هتذبح ولا ايه مفيش كده ده فضلك very important لو واحد عنده زبحة وعنده برونكال أزمة دي حاجة اسمها compelling indication يعني compelling مضطر لازم أدي الدواء الفلاني أسأل سؤال خبيث وغير بريء لو واحد عنده زبحة وعنده برونكال أزمة تديله بيتا بلوكر حتى السيلكتيف بيتا بلوكر حتى السيلكت ما تصدقش إن في حاجة في الطب اسمها سيلكتيف 100% تعالج الزبحة وتتعب البرونكال أزمة لكن انا عندي الادلات سؤال مميز قوي في الانجينا ويد برونكال ازما عندي سؤال بيوربامين مميز قوي في الانجينا ويد اريدمي معايا ولا مش معايا؟ دكتور اهو بص الفيليبين مع بيتا بلوكر جروب كومبينيشن سبب الفيليبين مع بيتا بلوكر جروب كومبينيشن عشان يفكس البلد مش مهم كل واحد بيعمل ايه مش عارف ضيع وقتك لكن طلع اهو مين مع بيتا بلوكر جروب كومبينيشن بس في حته ما بتتركش اللي هي ايه؟ سوري بلاش حكايه الفيليبين مع نيتريت لازم اهي الفيليبين مع نيتريت مش كويسه يسرقوا العيان باد كومبينيشن الجود والباد خدناهم اول استخدام للكالسيوم شال بلوكر عشان اخلص الحتاني واجي السلايد المهم قوي أو استخدام الكالسيوم شال بلوكا يا أبناء هو أنجينا أنا بضحك عليكم بقرا بيتا بلوكا مرة تانية تاني استخدام أكيوت مايوكارديال إنفاركشن زي بيتا بلوكا بالظبط بص أهو أكيوت مايوكارديال إنفاركشن طالب النبي هو يدركها أتمنى بقول كلمة إن الكالسيوم شال تجبر بيتا بلوكا بلس باث فاجيتيشن كمان يقول كده كالسيوم شانل تجبر بيتا بلوكر بلس بعض الدايلاتيشن بص اكيد ما يقال لي فاش كارديو بروتكت انا فاكر اللي منكم بيطلع قسم تحت القلب والصدر عندنا بقت عمليات الكوناري باي باس اللي بيسموها حضراتكم الكابج سهله قوي زمان من سنة 90 مثلا كان انا اسف هاجي حطها يزعل كان يخش مثلا خمس عينين يطلع واحد والاربعه يتوفاهم الله في الاوبن هارت تعلمنا تعلمت في العينين ربنا فيه فاهم ازاي كان محاولات وبعد ناس كان اول سته يعني اشتهر بهذه الباي باس كان كليفلاند فور ليك اوهايو في امريكا رجل كوري يعني طيب 10 مرات بقى كله بيشتغل كل واحد ونجاح عندهم كان عالي قوي وهنا دلوقتي عندنا لا شك عمليات الاوبن هارت عمليات سهله بيعملوها ابنائنا الصغيرين خالص يعني المدرسين لسه جداد بيعملوا اوبن هارت ليه بتقول كده؟ كمان كان هناك انا فاكر جبت ورقه من هناك في كليفلاند مكتوب فيها اذا المريض في تنبيهات من الجهاز قبل العمليه يقول لك لو بتاخد اسبرين وقف قبل العمليه
عشان النزيف في العملية. لو بدأت الكالسيوم شن أو بيتا بلوكر ما توقفهاش. ليه؟ لأنها كارديو بروتكتيف. كارديو بروتكتيف دي كلمة صغيرة يراد بيها حاجات كبيرة وخير كتير. كارديو بروتكتيف إزاي بتبروتكت الهارت؟ برضو يطول الشرح. إزاي بريزيرف إنرجي ستور ما توقفش قبل العملية كالسيوم شن؟ هقول لك كلمة من كلام علمي. بيقل قوي المورتاليتي ليه لو انت اندر بيتا بلوكر او اندر كالسيوم شانل بلوكر. معلش نرجع كده، اول استخدام بيتا بلوكر حاجه اسمها انجايتا. بس عرفت شويه كلام عن جرافامين جرافامين والفيليبين. بص اكيد مايوكارد انفاركشن قال اللود على وكارد بوتيت كارديك اريدميا جرافامين الباروكسيزم الاتيال تاكيكاردي اتيال فلاتر فايبريليشن. ايه فلاتر؟ دونت فلاتر دي يعني فاهم ازاي؟ طب ما نروحنيش. لا فلاتر ده موضوع تاني فاهم ازاي؟ ده ريجولار اريثميا. الايه فلاتر؟ هنا فايبريليشن دي الريجولار اريجولايز لخبطه متلخبطه. تقول هو ممكن لخبطه تبقى لخبطه منظمه؟ لا بس هنا لخبطه متلخبطه مفيش اي نظام فرقه موسيقيه كل واحد بيقدر في الحياه. ليه بقول كده؟ شايف؟ تنفع في الاريتميا كلاس 4 جرافامين. دكتور نشوف اول ثلاث استخدامات في البيتا بلوكر ولا مش معايا؟ واحد انجايتا، اثنين ايه؟ اثنين مايوكارد انفاركشن هناك، ثلاثه اريتمي، هم اربع زي اربع في البيتا بلوكر. بس قلما كان الطالب يعرفها اللي هي بنسميها دكاتره. اهي هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوباثي. اهي معلش بقولها انتوا يعني منكم ناس هيروحوا يشتغلوا في مركز دكتور مجدي يعقوب هناك. اوبستراكتيف كارديومايوباثي اهي لو هعرف بهذا الشكل. معلش ثواني دكتور معلش بص بهذا الشكل بعض الناس مولودين وعندهم هايبرتروفيك سبطة بهذا الشكل والنور وهنا كل شويه يحصل سبان يقل البلد رايح في الاورطه خلاص اسمها ايه؟ هايبرتروفيك بالذات هايبرتروفيك اهي المصر اللي هي الثقيله اوبستراكتيف عند اوبستراكشن للفلو كارديومايوباثي بيعملها ايه هناك؟ ليه بتدي كالسيوم شانل؟ ليه بتدي بيتا بلوكر؟ عشان تمنع السباز اللي بيحصل كده وبالتالي البلاد يروح في الاورطه بسهوله. تاني لها فائدتين الحقيقه اعطاء هذه الادويه سواء بيتا بلوكر او كان الشيء بتقلل الكونتراكتيشن ولا الكونتراكشن هنا بي اوبستراكت اسمها اوبستراكت كارديو مايوبا هايبر ايه سبب الاوبستراكشن؟ هايبر تروف تقيله. في بعض هناك في العمليات مركز القلب بيقطع المصل ليه اللي بقصاها يدخل قصاها زي ما هيكون منظرها بعد شويه في فيلم يدخل قصاها ويقطع المصل ليه التخينه دي. دكتور اعطاء البيتا بلوكر اهو شايف بس بيقول لك ازاي سواء الجرافامين او البيتا بلوكر يعمل نيجاتيف نقص هنا نيجاتيف كيلو تروب كونتراكشن تي ام ونيجاتيف هارت ريت. ايه فايده ده وفايده ده؟ نيجاتيف كيلو تروب يمنع الاوبستراكشن في المصل هنا. نيجاتيف كرونوتروبيك طبعا بيبقى خفيف بيقل الهارت ريت مور فيلينج للهارت. بيقل الهارت ريت يطول الدايستول مور فيلينج للهارت يبقى بيفضي كويس ويملى كويس. ده قيمة يفضي كويس ويملى كويس قيمة دول. اللي بيمتحنك يمكن ما يعرفهاش مش عيب. ياما اتعلمت من الطلبة حاجات دكتور بالاستيراد والدكتوراه ياما الواحد طول عمره الواحد اتعلم اشياء كتير. دكاتره هايبر تنشن هم استخدامهم هم طلبوا يا الله ده اول خمسه زي بعض هايبر تنشن سبيشال في دي في ادالات. انا شفت واحد من الناس بيحب ادالات قوي في ضغط الدم العالي قوي بحب احط معاه بيتا بلوكر كمان بحمي القلب من التاكيكارد. خمس استخدامات اذا كنت طالب جاهل زيكم زود لك كمان فوقيهم خمسه كمان فاهم ازاي؟ لكن مين اللي خمسه كفايه؟
اهم اهو بص معايا دكتور معلش بي بي دي بناتنا كلهم اللي بيشتكوا اسف كنت كلهم صعب استطاع كبير منهم بيشتكوا في الشتاء من بريفرال فاسكولار ديزيز صابعهم بتتلم بتنمي ما بعرفش ازاي اصلاح الضغط الاول لقيت الضغط معقول وعلى فكره 100 على 70 معقول و110 على 70 ولا على 60 مش واطي لان في بعض الناس ما بقولش كده ما بحبش كده بيتدلع ده كل مريض استحماله مختلف عن التاني انت قوي الحمد لله شكرا ربنا لكن ليه بقول كده العلاج الامثل طالما نوم وتنزل ضغطك كويس اقول في غير اكتر بي بي دي رينولدز العلاج الامثل اعطاء كالسيوم شامل زي الادرات اوكس بس ما يكونش ضغطها راضي ادرايز الضغط يوطى اكتر معايا ولا مش معايا دايليته ممتاز بريفال دايليته ممتاز عندنا الزميل المسؤول عن ماجستير القلب خمس سنين هو مسؤول تمام يجيبها كل مره انا كنت بجيبها زمان تريتمنت اختار دواء عالي بي بي دي بريفال فاسكولار ديزيز الرجاله اللي عندهم برجر في رجليهم بيشربوا سجاير وعندهم نقص بلاد سبلاي في رجلين اعتقد ادرات مميز سهل قوي كلام زياده أمي هتقول لي بيتا بروكا تنفع في البي بي دي تبتهم الطفل والغلطقة والزندقة كان ازاي؟ مش بيتا بروكا ده البيتا بروكا تزود البي بي دي ولا مش معايا من أول أسبوعين تبهدل المرضى ده ناس كتير ياخدوا بيتا بروكا يقول لك يا دكتور وأنا ماشي في الشارع السمنت هيك بتقفش يقل البلاد سبلاي في الأول كالسيوم شامل لها البلد أو لها النصر كده دكتور سيرفر سبان ربنا يخليه لي هيموجيبين ما عندناش في مصر دلوقتي قليل القلب يقول لك قول لي عليه وجيبونا مع الطياره الجايه سيرفر سبان او هيموتوك حاول بقى الميجرين هيدك اللي مغلبكم ده ميجرين هيدك لا لازم اقول الكلمه دي ميجرين انا ازعل قوي لما يختار مش مذاكرين ميجرين سفاك ما كانش مذاكرين كويس ميجرين لانه عظيم ما تتحدش كويس انا مش منتقد اي ابن بالعكس ممتازين كلهم احسن واحد فيهم مرض بص ما تنساش الميجرين مش بشرح منين دلوقتي بس الستيج الميجرين في ذهن اللي هي واحد قاعد كده في مصطلح استنى بتوع ايه استنى لحظه لسه معلومات كتيره لا تقص ادي الميجرين واحد قاعد كده في امان الله سبب وفجاه يحصل له سبب سبان في البرانش اوف اكسترنال توازن ارض في دماغه دي مرحله مش بشرح في جرين مرحله البودروما البودروما اللغه العربيه مقدمه الاتاك مقدمة الأتاك أو اسمها الأورا أورا مش أورا فاهم ازاي؟ مقدمة الأتاك دايما قاعد كده أقول لكم أنا آسف أنا تعبان مش عارف أكمل يعني إيه أورا؟ أما يحصل سيربرال فاسكولار كونستريكشن والسبب غير معروف وغالبا فايت اتشيف عمل لي بازو كونستريكشن مش هي دي الاتاك دي مقدمه الاتاك بتيجي يجي لك نوزيا ساعات بومب ساعات تنجل النمس وش بينام عينيا بتزهق هي دي مقدمه الاتاك ثم لسبب برضه لا انا 15 نظريه تفسير من ليه ناس يقول لك اصلها سايكولوجيكال ناس يقول لك اصلها فايف شيتين ثم فجاه بعد شوية إذا ما لحقتش العيان يبتدي يحصل سيفير بالسيتنج هيدك ربنا ما يريد تقعد في أوضة ضلمة مش عارف تعصب راسك بمنديل ومفتاح ما عرفش تحط تلجانة في دماغك تاخد اللي تاخده الأكتاف لازم تعصبها ما ينفعش فيها خالص أي حاجة إلى العمل الصالح فبالذات الضلمة البرين هيد يقول لك انا قاعد في الضلمه
ومتوسط الجيل درجة ثالث في ناس يقول المفتاح يتكع المفتاح كل شوية ده حقيقة ده طريقة للكاونتر إيتيشن يكون غير مقاسه ليه أبو تاس أصلاح نظام دكتور بص ليه بتقول لي كده خلاص علاج المجرين هنا تدي حق أي حاجة تدي أي حاجة يقول لك حاجة يقول لك أخد أسبينة خد أخد مش عارف أنا دور خد أخد الكودايين يعني أنت ما عندك كودايين تديني منه حبة فاهم إزاي؟ أخد الكوفين طبعا آسف بقول يا ريت الكودايين يضيع أي مؤهل ألم ولكن في البداية كويس وبعد شوية تبقى تفهم يقول كده استنى علاج المجرين أكيد قال كده دكتور مويان أنت الصالح بص يتعالج هنا بروفيلاكسيس يتأثر في دموما العلاج يا هنا يا هنا مش هنا هنا خلاص بين ستاب مش هنا أنا عاوز أوصل إنسان أتعالج هنا إزاي يا سيدي والسبب أنت خمسة ستة أقول لي بروفيلاكسيس خدت أنت حضرتك منها دوايين تقول يا سلام لا مش حاجة لا خدت دواء اسمه كلوريدين اديته لابنه اسمها ايمان سميه اديتها الابنه اللي هي اخر محاضره في الاوتونومي كانت كلوريدين او كاتابريستا سنترال البرتو اجنست لقوا لي انتي سيرتونين اهو مش انت تقول السبب سيرتونين اسمه كلوريدين من اشهر الادويه اللي بعلاج المجرين انتوا خدتوا البيتا بلوكر مش معروف الميكانيزم اوف اكشن البيتا بلوكر في الليل هل هي انكزوليتك؟ يعني بتشيل انكزايتي الاليمنت مهم في الجرين دكتور النهارده بناخد كتب كاتبه برافامين وكتب كاتبه فلوناريزين فلوناريزين وان ذا كانسر شلل للاسف مش موجود في السوق المصري انا لغايه السنه اللي قبل كنت بكتبه اسمه فلوناليزين تقول ايش جاب الكالسيوم شال هنا بوك يا حبيبي الكالسيوم شال بايليتو تمنع هذا البعض الكونستكشن تمنع هذا البعض الكونستكشن تقول لي حددي في الصداع طيب تيشو انا بقول لك بديها كونفلاكس معايا مش معايا تمنع هذا البعض لان هذا البعض الكونستكشن هذا هو الاستيمولس يعمل حاجه اسمها يجمع ميتابولايتس واحتمال ميتابولايت ايه اسمهم دوبيليتو او يفرز مواد اسمها نيوروكاينز بتتكلم كلام صعب بس عليك كله انتظر في ابناء من دول زي بيتو كوفلاكس انت كلمت يا اما انت سيرتونين يا اما دوبيليتو بيمنعوا بعض الكونستكشن وصل ولا ما وصلش ايوه وصل طبعا حضراتكم عارفين احسن مني ليه هنا بيدوا ايه؟ لان عالج بالتي هي الدم يعالج بالتي هي الدم مش كلمه جانبيه مش السبب سيرتونين مش كده؟ عمل بعض الكونستكشن يعالج بالتي هي الدم احسن ادويه النهارده في علاج المجرين ادويه غاليه جدا سيرتونين اجنست يعني يعني تدي ادويه تعمل موت بعض الكونستكشن عشان امنع البعض بايتيشن رهيب قوتين ضد قوه فدي حاجه بقى يعني قوتين ضد قوه اوريدي في سيرتونين ده لو كان صحيح وانا بدي سيرتونين اجنس اللي فتح الباب لهذا الكلام دواء مشهور قوي اسمه سوما تريبتان اسمه ايه؟ سوما تريبتان سوما تريبتان باي اتش تي اجنس يستخدم في البرودوما او بيبلين بس يا حبيبي قمته حقيقيه هنا في البرودوما العيال ماشيين ما استفدتش منه لازم يتعلم معايا اقول له اول ما تحس بمقدمه الاتاك الحق خد الصوره تبتان وليه اسامي كتير طلع منه دهش طلع منه 10 اسمه مصر صوره تبتان كان عندنا زمان واحد اسمه ميجرانين ميجرانين وليه ميجرين ميجرانين ده او الانتامين ده وانا ودي الفا بلوكر اللي قلنا مؤجل مش كده ولا لا؟ المفروض الدكتور مريم مش واحد في الالرجي باذن الله حنايا مع بعض شويه لو فضلتكم اهو ايه اللي جاب الكلام ده يا دكتور؟ عشان في كالسيوم شامل تستخدم بروفيلاكس في علاج المجرين اهو فلوناليزين ونيموتيبين اهو
هتبقى ممكن اسمع قلت لك ادالات ادالات ينفع يا سلام هتقولين تشو ليبر والتوكسينيا اوف بريجنس يعني ايه مش فاهم التوكسينيا اوف بريجنس يا سيده الشو الاخيره من الحمل ربنا ما يريد يعلى ضغطها قوي يعلى ضغطها وتورم بيجي لها كل بانجنس وساعات تولد قبل اوان كالسيوم عشان بتوطي ضغط ممتاز كالسيوم عشان بتمنع الكونتراكشن اوف يوترس تمنع كل كالسيوم تمنع انيشيشن اوف كونتراكشن اوف يوترس بالبري ماتشور يعني ولاده قبل الاوان في يوترس الان باستمرار انا قلت استخدامات 10 استخدامات في ناس بتوع الكانسر بيدوها اهي بص في ناس الكانسر كيموثيرابي اما دي معلش في ناس بيقولوا انها بتزود الرينال بلاد فلو في رينال فيلير بيقولوا كده اهم سلايد اللي جاي معلش اللي جاي هو معلش بص انا عملت بص عشان خاطر السلايد ده مش موجود عندك ولا موجود بص مش انا عارف بسهوله انا اردت ان اجمعهم ما لسه ما قلتش سلايد تكس ولا كنت ما تجيش انا بحب السلايد ده الحقيقه وبعدين نظري 2015 مش قال ان في دي جدول على فكره مثال في الجدول ده بياخد فكره متميزه عن كارثه مش عارف روح ثواني واحد بصوا هسيب نقول الفي دي دلتا زد برافانين ودور الحته انا اقول لك صفحه فيها 10 اذر كانسر جنب صفحه عند كل واحد بص يا دكتور بعض ما يرتيش ريفرال كولر شايف البعض ما يرتيش بص بقى المنطق ثلاثه بعض ما يرتيش ريفرال بعدها اقوى ضيقين الفي دي بين ادالات معلش صحصح معايا معلش خطوه خطوه انا عارف بس تخيل شويه مايتين كان سهل شوية ثلاثة ضايلين اهو دلتيازين اقل بيغافلين اقل ما طبعا انتو محسن دول بقى فينا ده بريفر اقوى منه سنتر مش كده ولا ماشي لو طالب الفعل الكروني كلهم ضايلين اهو ثلاثة ده عشان قوي على البلد اهو ده اقل ده اقل دول بلد بلد بريشر اكتر واحد وقت الضغط ادالات علمونا ادالات ارتيريا ضيقت القلب اقل منه ده اقل منه ده بايوكارديال ديبريشن سنترال اقوى ديبريشن بيرافانين يليه ديب بلاس مش معناها ستيميليشن ديبريشن قوي ده اقل ده ما فيش ديبريشن نفسي اكتب حاجه قبل هنا حته ليه انا اشرح لنفسي النيجاتيف ايموتروبيك اكشن اوف دي بي دي بي از كاونتر اكتد باي ريفلكس باترن بصوا ولا تبقى بتتبع النيجاتيف ايموتروبيك افكت يعني هو كان شايف شافه في بقى ليه نيجاتيف ايموتروبيك ده نيجاتيف ايموتروبيك افكت اوف دي بي دي بي از كاونتر اكتد باي ريفلكس باترن سيميليشن عشان مش تفسير عن الديفراكشن ظهرت حلو ده نيجاتيف انوتروبيك افكت اوف دي دي بي از كاونتر اكتد باي ريفلكس باترن ماشي يا عم ماشي عاوز تقول ايه كمان الهارت ريت بوزها واكتب عليها هام ده يزود الهارت ريت الادالات ده يقلل يستخدموا في ايه اهم استخدامات ما انت قلتها في مصر انت قلت 12 استخدام للكالسيوم شرط
يعني سوري بكلمة أنا يعني غيري بيسأل استخدامات الكالسيوم شامل. أنا بقى أسأل في تفضل الكالسيوم شامل زي بعض تعرف مين فيهم يشبهوا الأول خمسة زي بعض بالظبط. بص استخدامات أنجينا 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 هايبرتنشن هايبرتنشن أهو نفس الكلام فعلا ما تقعش في المحظور أريثميا أدلال ما ينفعش أريثميا لا أريثميا الامتيازات في مصرنا العزيزة معظم الزملاء بيمسكوا العصاية الوسط يحب يوصفوا الامتيازات اللي هو الامتيازات ده الامتيازات ينفع في الهايبرتنشن والأنجينا وينفع في الأريثميا الحتة اللي جاية تانية عليا بس ما تقراهاش غير بعد ما تذاكر النظري بص بص يا دكتور اه سايد تكس ودوز في حته كمان عشان خاطر كمان ايه بص يا دكتور سايد تكس يوقف الضغط يوقف الضغط يوقف الضغط فلاش عارف يعني ايه فلاش الوش يظهر كده خالص بالظبط زي الناس الوحيدين باك طيب وخالص اهو دكتور انت الايديما ما حدش يعرفه طبعا زملاء بتسمع لك بيزودوا البرميبيليتي بتاعت الكابيلاريز طب ليه؟ ليه اللي بياخد بالذات برافامين تفاجئ انه الانجل بتاعته تروى مش كل الناس بس القطاع منهم انا شخصيا واحد من الناس بيتقال حاجات زياده الكابيلاريز برميبيليتي لكن ان الكاريز بص قالت الاجيمه سؤال اوعى تغلط هنا تاكيكارديا هنا براديكارديا معايا ولا مش معايا دول سنتر يا جماعه دول يفطسوا القلب هارت فيلير بيعملوا هارت ريت شايف بيعملوا امساك الامساك سبب يا جماعه بدا دخول الكالسيوم جوه السموث ماسل فايبرز اوف ذا انتستن يقلل الموتيليتي اوف ذا انتستن امساك وساعات بتبقى مشكله كبيره نص شعبنا ممسك فاهم ازاي؟ عنده كرونيك هابيتشوال كونستبيشن عدم وجود يعني قول لي في الكليه كميه ال دبليو سيز اللطيفه الادميه هي مهتمين بس بالحاجات الخارجيه انا مش بفتقد نفسي كل واحد وحتى مع كل احترام كل العباده كلها تجد الاهتمام بدورات المياه برضه ناقص اهم حاجه في كل حته فازاي كان دورات بابليك برضه بيقول لك في بعض الاخرى حتى في الفلوس لكن في اللي انا بشوفه مش خساره في امريكا لا افضل دورات المياه بتجدها حتى في الهاي واي لان الناس بتتعلم بعضيها ثقافه الحمامات ازاي ازاي محافظه يزعلوا مني بتوع مصر ده طيارة تبتدي بعد ساعتين حلوة خالص بعد ساعتين تلاقي الورق كده بقى الحمامية فاهم ازاي في واحد مش هتقول لك بص بص يا دكتور انا يعني بس بص هاي بوتنشال هاي بوتنشال فلاش اوعى تنسى يكتب عليها هام سؤال قلب الإديمة في الاستمرار الاثنين دول يفطسوا القلب براديكارديا وهارت فيليا وهارت بوك الامساك فيري جود مش هقول الجرعة دلوقتي دكتور معلش إذا اختلفت معايا قول لي بيكوش قال بيتا بوك أنا أصلا كلمة بيتا معلش يبقى دول قال بيتا بوك سنة يا دكتور معلش ليه قضيت بيتا بوك؟ عشان الغي الفليكس سمباثات افويد ماي تري ليه افويد ماي تري؟ عشان ما يسرقونيش الاثنين ستيل فينومين دي كلمة بريكوشن كونترا اديكيشن ما بدهاش واحد ضغط واطي قلت لك بنات اللي عندهم بي بي دي اسمهم الضغط قبل ما تدي اداء حلو بص هنا افويد ديشتانس ليه ما تديش ديشتانس مع الدوبامين والدلتي ازم دراج انتر اكشن دراج انتر اكشن اهو بص افويد ديجيتالز ديجيتالز الدوبامين ديسبليز ديجيتالز في الباين سايتس
avoid bitter bottom. I mean, lead a little bitter bottom and go for heart failure. Check bitter blocker center. Well, you are familiar with NTSM center. Anabolic contraction, anabolic contraction. قلت لكم حكيت لكم القصه دي قبل كده مندوب الدعايه. اوعى يبقى هو معلمك الامس. اوعى. استقبل كل سرحه تلاقيه بتعمل. ولكن اوعى يفرجك على بوشوز. معلش كل واحد ماسك واحده بوشوز كده في ايده زي النشره. يقول لك شايف دواء انا احسن دواء. تعال دواء الثاني مش عارف الثاني اقل منه. قول له مش عاوز بوشوز انا عاوز بيبر. بيبر يعني بحث معمول. وشو ده كلام فاضي؟ كلام فاضي كله كواد دايما. عشان كده الادويه ليست هدفها رفاهيه انسانيه وعلاج المرض. هدفها المبيعات. معلش يزعلوا اكبر الشركات. عشان كده يا جماعه الاف دي ايه بتاعت امريكا الفود اند دراج ادمنستريشن بعبوا عليه. ينزل الدواء حتى بعد ما ينزل يسمحوا بيه يسحبوه على سبب. فحتى وعشان كده الادويه اتاخر نزول امريكا قوي. حتى الاستنتاج وحتى الاصابع وحتى ده هنا عندنا هيئه الرقابه الدوائيه مش هكذا فازاي ابوي يا مندوب ده عامل ايه؟ ده انت بتدي مرضى مريضك ايه اول ما بتكتب له مثلا بيسو الغلول اللي هو كونكو بيتا بارك مريض الزعل يقول لك وماله؟ ايه ده افتكر لك الايزوب او يجيب لك اسم جديد ما تعرفوش انه كانسر افتكر لك وزي ما قلت لك احط لك الهديه على فكره الناس السنه الجديده مش حاجه ولا حاجه هو واحد من اليوم حد فاهم ازاي؟ بتكلم مش شايفين اي حد بتكلم من المندوب التعاعد ولا شايفين الادويه ولا يسافرك على حسابه انا اختلف على هذا عايز اعرف نص بجد الكليه هو يسافرك على حسابه ولا مغاربك من خاطرك عشان تبقى حر تحول القرار بص في تبلوكه تفقس القلب لو سمعت كلام المندوب خدت الاثنين مع بعض وجاي انا فقصت العيال هنا بيرافامين ينفع مع النيتريت ما ينفعش مع البيتا بلوك اخر حاجه كنت بنتيجه ده الضغط الواطي بص هنا ده الضغط الواطي والقلب التعبان بهذه الكارد وهارد بلوك وهارد فيلير اوعى تيجي بيها الادويه دي هنا زي هنا بالظبط هي الجدول ده غالي عليا قبل ما ننتقل لحاجه ثانيه اخر صفحه في الكالسيوم تشالنج الاول افكرك بالكومبانيشن وبعدين اقول الصفحات ما تتخطش هتبعت اهي دكتور عشان خاطر بص بص الصفحات فيبر انتي اندرينال كومبانيشن وقال فيبر انتي اندرينال كومبانيشن ولا لا؟ اقول اكيد هارد عادي ما يزيد مع بيتا بروكر تمام بدون فرق من الهدف تضيع الفيكس الفتاك بيتا بروكر ادي دي في دي في مع بيتا بروكر بيتا بروكر تضيع الفيكس الفتاك ادي ما يزيد مع بيرفامين واحد يوسع بي واحد يوسع ار واحد يعمل تاكيكارديا واحد يعمل برانتيكارديا حلوين الوحشين بلاش ان ان يساعد عيان بلاش بيرافامين مع بيتا بروكر يفقص القلب الاثنين سنتر بلاش فود غاز وغسيل بلاس ان ذا سيم تايم مفيش اثنين بيتا بروكر فاثنين كالسيوم شهر بروكر هيرد علي واحد طالب بقى شاطر او زميل شاطر ولا اثنين انتي بيرفكس يترددوا قوي ده بارا البيتي اكثر من انتي بايتي يتردد فيه بس يتردد عندنا بنكتب كتير انا مش بتكلم عن ناحيه الماديه هنفترض ان عندنا تمرين صح هفترض امنيه تتحقق في يوم من الايام بعد عمر طويل زي بص لكن بلاش التوعيه لنفس الكود سينرجيستيك افكت تو بيتا بروكر يفطس القلب وهلم بقى يا جماعه مش عاوزك تنسى كام كالسيوم شانل كده عليه هنت بسيط
واحد منهم هيهمنا انا لكم بعدين مش دلوقتي بكره وبعد بص ايه مين الكانسر شايل اهو معلش مش كلهم عليك بص يا دكتور ثانية واحدة عندكم ولا مش عندكمش في واحد اسمه امنو دي في لازم تعرف طيب ده مين؟ موجود أزل بص أملو دي بين ضوبات ده لون تهار يعتبر في اليوم ده مميز قوي ضوبات كده أو الكابريس أو أميلو في الهايبرتنشا والأنجايت بالذات الهايبرتنشا في مصر لمين هذا؟ إذا دي بين مش مهم نيموديبين مهم بتاع السيربرال سبان سيربرال باسكولار اكسن زي السب ارتويد هيموج ايش دكتور نيموديبين ينفع كمان فوق فلاكس وجرين ادي واحد واثنين ثلاثة لون ريزيدا سرطين اسمه سيبيليان مش موجود للأسف دلوقتي ده بالبيجرين بيمنع الفارد وكونسيكشن ده الكربوفيلاج والطايب يا سؤال دولي ما يجوش نظر يجيو ام سي تي وبدا ده هنقعد تفصيل بكره يوم الحد اندافاماين ناتريليكس فليه قريب ياخد ناتريليكس ناتريليكس السؤال طويل مفعول مش هتكلم عنه عشان تبقى مسار عندنا تزعل مني لما انتقل ما انتقلش حد ناس قد شركات الادويه لكن بقول رايي بصراحه رايي ده شغال بكذا طريقه والى الان لم تحدد هويته بعد ناس يقول لك كانسر شد ناس يقول لك انه كالسيوم شل ناس يقول لك ليه علاقه بالدايريتك فايزايد واكيد الدكتور هشام ابن الدكتور هشام ذكر ابن عم الفايزايد وناس تقول لك يبليد صوديوم بالارتيولا مول فهو دايت دايلين ان دوبامين نتريكس القيمه الشركه الفرنساويه في مصر بتقول ده ما بيأثرش على السكر اصل ابن عم الفايزايد انتوا عارفين الفايزايد بتعلي السكر انتوا عارفين الفايزايد تعالي يوريك اسيد انتوا عارفين الفايزايد بنقص البوتاسيوم ولا مش عارفين طبعا عارفين تكتب فايزايد تكتب معاه بطعام فاهم ازاي؟ هو شراب البوتاسيوم فقالوا ما جاء هذا الدواء هناخد اسمه نادي نفس مش دلوقتي بكره ويوم الاحد ما ضيعش معلومات اهو بص ليه كده الفايزايد شايف؟ ومميزات ما ياثرش على كذا ولا كذا ولا كذا مش هتكلم عليه بس دكتور حاجه اسمها الكاربيتين مش عنده حاجه اسمها الفيلوتيبين مش عنده اما موجود في السوق اميودارون ده نمره 9 تعرفه كاسم واكتب كلاس 3 انتي اريثمي اميودارون اكتب جنبه كلاس 3 انتي مش موجود عنده اكتب كلاس بتاعي احسن من كلاس 3 انتي اريثمي دكتور لسه تعالى قلنا ده ثالث موضوع بيتا بلوكر انا مش هاخد انا خدت نايتريت استنى يا دكتور عشان ما خدت الكالسيوم شال بلوكر بالتفصيل زياده شويه البيتا بلوكر عاوز اقول فيها كلمتين بالعالم انا قلتها قبل كده بص أنا نوع البيتا بلوكر ما قيمتها في الأنجايت استنى عليا ثواني في الأدفانتج أوف بيتا بلوكر إن أنجايت أدفانتج أوف بيتا بلوكر إن أنجايت بيتا بلوكر في الستيبل أنجايت يا جماعة بتقلل الكارديو بير تقلل الكونتراكشن تقلل الهارت ريت تقلل الهارت ريت تاكيكارد تقلل الكونتراكشن تقلل ضغط الدم تقلل الانكزايتي اللي منها بيعدي بلاد برين باري لايكوفيلك بيتا بلوكر
كل ده بيقلل كارب لو بيقلل اوجينيل وبرمي كارب. هل لا سمح الله انا قلت البيتا بلوكا توسع الكورنري حاجه لا بيتضايق الكورنري لكن مع هذا بديل تاني على فكره تقليل الهارت ريت يطول الدايستوليك تايم مور فيلينج. اذا كنت انت بتعيب عليا ان هي بتضايق الكورنري احتمال تطول الدايستوليك لما الكورنري اكثر. دكتور بيقلل الكونتراكشن بيقلل الهارت ريت بيقلل الاوجينيل والكارديك ورك وبتشيل الانكزايتي. نقطه مهمه قوي مش عاوز اقول لكم الانكزايتي عامل اساسي في الانكزايتي. بص بيتا بلوكر ما تعطاش في الفيريانت عارفينها ولا لا؟ ليه ما تعطاش في الفيريانت؟ تقفل بيتا تخلي الالفا لوحدها على مسرح الكوروناري والاندرلاين ميكانيزم اوف فيريانت انجينا او فازوس باستك انجينا مفتوح زيادة الألف. خلي البيتا مفتوح إنهم أكثر. بص قول بيتا بلوك سواء ساكن أو نون ساكن أو إفكت بالأنجينا. بص يا إيه ده معناه بيتا بلوك تاني؟ لا مش عارف أنا بشوف الأسامي ده في العرض بوقف عملول ونادلول هنا أتين رول كان نفسي تعرف بيتو بولول كمان وبيسو بولول والموضة دي بي بولول كانش موجود عندك يبقى زوده. نفسي تعرف كاردي دي دول بيتا والفا ماشي مش وقت دلوقتي يا دكتور محمد طبعا. بيتا بلوكر ديزاير افكت بتاعتها بتقلل الكارديك ورك وبتقوم بتسمع ثواني عشان بس هو فيلم صغير كده جديد. بص بتقلل الكارديك ورك تقلل الاوبشن كونسامشن ازاي؟ بتقلل الهارت ريت. شوفوا انا لما اطلع سلم بيتنا نفترض ساكن في الدور الخامس نبض يوصل 180 مثلا هاي جرب اطلع بسرعه كده في نبض يوصل كام وانا باخد بيتا بلوكر ما يعلاش اكتر من 120. دي ميزه كبيره يا جماعه. بص الماكسيموم هارت ريت 100 او 120 شايف وانت عندك بيتا بلوكر بس اوعى تسرقك البيتا بلوك اوعى نبضي الا عن 50 تبقى مشكله تبقى مشكله. اضطرب لو حصلت بهادي كارد او هارت بلوك المريض عشان تبقى تشار عليك اضطرب تركب له بيس ميكر حيث بيس ميكر رخص اضطراب 30000 جنيه فاهم ذكر ده انا بتكلم كلام ما فيهوش مبالاه. ده لو لقيت اللي يعرف يركبه فاهم ازاي؟ اللي انا عايز اقوله تتكلم لان في ناس بتدسها بالبيتا بلوكر تشوف النقد باستمرار. بص اهو بيقلل هارت ريت بيقلل الكونتراكشن طبعا ده ايه الهارت ريت ده ميزه يطول الدايستوليك تايم يمنع الكوروناري احسن بيمنع التاكيكارديا اللي بتيجي من الاكسرسايز شايف؟ اهو بيكاونتر اكت التاكيكارديا بتاع المانيتريت لما كان الهارت ريت بيقلل الكونتراكشن. بيتا بلوكر ميزتها ازاي؟ بيقلل ضغط الدم انت هايبرتنس واعي واعي يقول لك ايه؟ رونج يوز اوف بيتا بلوكر يقلل الضغط اللي احنا عارفين لو طالب عنيف زيكم عارفين في البدايه البيتا بلوكر ما بيقللش ضغط بسرعه مش كده ولا لا؟ على طول في الهايبرتنشن طب الوقت عمال بتقلل الويفر ايه؟ ريزيستنس وبتقلل ضغط القياده طيب اهو عشان خاطر يأكد بيتا بلوكر بالأهل. بص بتقلل الهارت ريت بتقلل الكونتراكشن بتقلل الهايبرتنشن. مين يعرف الكلام ده؟ انتوا هتعرفوه كويس شايف؟ اهو ده بالاضافه بتقلل التاكيكارد بتاعت الانكزايتي بتاعت الاكسايتي. انا لو انا اندر ستريس تيجي لي انجايت بي ستريس بيعمل تاكيكارد زود الورك في الضغط بيتا بلوكر ضايع الحكايه دي اكسرسايز لما اجي اروح يعني ما اقدرش اطلع المضارب الفلاني اللي مش طالع فاهم ازاي؟ معلش انت صغيرين لسه بتقدر تعمل تكتاجيا ما بيموتوش على الجاينا بين طبعا صح ما يتريد دي في بيتا تكتاجيا بيتا بونا ضاعلين تقلل الكونتراكشن تقلل ضغط الدم تقلل الكارديو كنت عايز تقول يعملوا ايه؟ قللوا الكارديو ورك
Uau! Ask David, ازاي شاول كيف الوحش اتبع لا ما قلش لا توسع الكون اي ابدا بيتضايق الكون مع هذا هي رايت اساس في علاج البيتا بروح اقول لك العمل هيمشي فيه ازاي؟ تحط العمل انفيرنس الناس كويس undesirable fit لا ليها undesirable fit مش هقول لا عشان الوقت ثواني لا لسه قدامي مش هقول ليه مش هقولها؟ افتكر بس حكاية ممنوعة في الباور سبيستك انجاين مش وقت دكاترة بيتا بلوكر تنفع بالستيبل وانستيبل انجاين ممنوعة بالفيريانت انجاين مش بكويتك مش بكويتك اه انت فاكر هو سايد فيكس والكونترا انديكيشن مش وقتها بقى بتاعت البيتا بلوكر من هناك انا بس كنت احطها كصوره تفتكروا ايه عيوبها وايه مميزاتهم البيتا بلوكر اقراها من هناك مش وقت ممنوع بيه دكتور بس لازم اعرف انا خدت نايتريت خدت الكالسيوم شنط خدت الكلمة على البيتا بلوكر اللي درستها هناك وطبق ادجمنت تريتمنت ما اقدرش ننهي موضوع الانجينا من غير ما نعرف اسمع حداد وامشي حار امشي منطلق سلام هل تعرف رسمان يكون الحصة دول أول حصة فوسفوليبت في السيلول كل السيلول عندنا فيها فوسفوليبت بإنزيم اسمه فوسفوليبيز اي 2 على فكرة رسماني هتتجرب وانا بالطبع خمس مرات المفروض تجربت مع الدكتورة منى في الكرونيك الأزمة وانا هراجع الدكتورة منى ما تزعلش حدش يزعل انا اعجزك يعني أراجع الحاجات بسرعة بص باي انزيمز فوسفولايبيز اي 2 يدي اراكيدوني استنى يا دكتور اراكيدوني اسد اراكيدوني ده ليه سكة ال ال يدي ال وسكة سي يدي سي بمشي سكة ال ال باي انزيمز ليبوتراين باي لايف اوكسيدين انزيم يدي ليبوتراين مرات اسمها ليبوتراين في منها انواع كثيرة السي والدي عارفين انهم متهمين في مرض الشعر زي ما سمعنا في المحاضرات الجميلة بتاعت البرونكا الألف سي 4 ودي 4 فيهم اسم اسمه سلولي اللي اكتن سبستانس او انافيلاكس تاني وده ما يسمعني نفسه لا تاني فوسفوليبيد في السلول باي انزيم فوسفوليبيز بسم الله يدي اركيدون اركيدون دي سكة ال وسكة سي لايف اوكسيدينز يدي ليوكوتراين متهمه في غاب الشعر. في انزيم هنكتبه بعد شويه اسمه سايكلو اوكسيدينز. سيبونا دلوقتي حتى اهو سايكلو اوكسيدينز يدي سي سايكليك اندوبروكسايد. خلاص عرفنا خالص. هذا سايكليك اندوبروكسايد السي دي سي والال دي ال. هذا سايكليك اندوبروكسايد ليه يدي ثلاث حاجات. البوست جلاند العاديه اللي خدتوها مع الدكتوره مريان واستخداماتها المهمة قوي في الطب احنا بنولد بيها النهاردة احنا بنعرف الناس عندها امتنز النهاردة البيتر تقتص التريوضر اللي حاجة كتير بوستا جلاندن اهي وتو سبيشال تايب بوستا جلاندن ترومبوكسان تفتكر كلمة ترومبوكسان المسؤول عن الجلطات ترومبص حلو وحش وحش مسؤول حلو وحش مفيش حاجة وحشة مطلقة او تاني بص ثرومبوكسات اي 2 ده اللي بيعمل ثرومبوز بيتكون باي بليد اهي واحد
وبيدي حاجه ثانيه اسمها بوست سايكل. يعلمونا كانوا زمان بوست سايكل ده نوع من البوست جلاندن بيبريفنت بليتد اجريجيشن. سبحان الله القارئ وقال شايف؟ تملي الحاجه وتضبها يضربوا بعض. ده موجود في البليتد، ده موجود في الانترثيريا والبلاتيست. ده بيعمل جلطه في الدومبوكسات. ده البوست سايكل بريفنت الجلطه. كده كل حاجه وتضبها الانسولين والهايبوكلسيميا والبلوكادول هايبوكلسيميا. طيب وين؟ ما جابش وقت. بص يا دكتور جايبني ليه عشان تقول لي ايه الكلام ده؟ عشان اقول لك مفيش علاج ستيبل انجينا من غير ما تمنع بليتد اجريجيشن. اشهر النهارده دواء يمنع بليتد اجريجيشن على قد الغلابه اسبرين اطفال. اشتغل ازاي؟ استنى حاجه تاني مش ده اهو شايف؟ اسبرين سمول دوز اسبرين اطفال انهبيتور بوكسان اي 2 مزيد من التفاصيل كده صعب.